اهلا وسهلا بك دكتورة هدى مجلتنا. اهلا بك. انا ستينا. الله يسلمك. دكتورة هدى، ما هي الصعوبات اثناء فترة دراسة البيزك؟ وما هي النصائح التي توجهينا لطلبة السنوات الاولى؟ اول حاجة انا نحب ننصح اي طالب انه شنو؟ يعني نصيحتي حتكون الناس اللي قبل ما يخشوا للطب، هي قبل ما انت تبدا انك تخش للكلية عندي ايش مجموعة نصائح، قبل يعني النصائح هذني انا نقدمهم قبل ما واحد يخش اولى. اول حاجه لازم الواحد يعرف ان الطب هو شنو، هو نمط حياه باهي، مش فتره دراسه معينه وحتنتهى، حتقعد طول عمرك تقرا من اول ما تخش اولى طب لحد ما تخرج. ثاني شيء تبي تشوفه تبي تشوف في شخصيتك انت، هل انت تقدر تستمر في نمط الحياه هذا او لا، هل انت صبور، هل انت عندك اراده وعزيمه. مادام توفر فيك الشروط هذني انك انت صبور وعندك اراده وعندك عزيمه، خلاص توكل. تمام، خلاص انا جيت توكلت وخشيت اولى طب، باهي مجرد ما اني توكلت وصليت استخارتي وبديت سنه اولى، في نقطه لازم احوطها من بالي اللي هي التردد، او في لحظات انا خلاص بزيد الكليه. مادام انت توكلت على الله وبديت وحطيت ابعاد الطب كلها قدامك، خلاص توكل على الله. خلاص انت خشيت سنه اولى صح ولا لا؟ لما خشيت اول خطوه او اول نصيحه نعطيها لاي طالب، يبتعد عن الناس المحبطه. تمام، لان كنا مرينا بيهم. اول ما تخش الطب تلقى كل الاحباط، الطب مش مستقبل، الطب سنوات عمر طويله، الطب مش عارفه شنو صح ولا لا، مش مغير مثلا في الكليه وبرا الكليه. هذه خلاص النقطة هذه انت تبتعد عليها خلاص، لانك انت صليت استخاره وجرت جميع الابعاد انك انت خلاص حتقعد طبيب. هذه حاجه. ثاني حاجة من ضمن الصعوبات اللي تواجهنا اللي هي شنو؟ الدراسة، اللغة بالذات. يعني ليش؟ لأن احنا أيام الثانوي كنا نقرأ شنو؟ كنا نقرأ عربي. مرة واحدة تفاجأ تخشوا على شنو؟ على إنجلش. اللقطة هذه ما نبيش تسبب إحباط لأي طالب دراسة. ليش؟ لأن كلنا مرينا بها، مفيش حد ما مرش بها، أنا مريت بها وأنت وغيرك وغيرك. فيعني موضوع عادي ما نديرش مثلا نصدر إحباط ونسيب الطب عادي. باهي؟ كيف تعالج المشكله هذه؟ مثلا شدي تحضر المحاضرات به، ترجم الكلمات مع الدكتور، حاول انك ما تضيعش وقتك في الترجمه، مش كل حاجه بحاجه ترجمه. ممكن نحضر شويه محاضرات ونترجم كلمه بكلمه وتمشي الامور، تمشي يعني ما تخلوهاش احباط. باهي؟ ثالث حاجه ان شنو؟ المواد البيزك هذه المواد مهمه. تمام، نحن لما مهمه على المدى البعيد، على المدى البعيد. هذه اللقطه هذه خطر انا نسيبها للناس. ليش؟ لاني انا لما كنت سنه اولى كنت نقرا على خاطر اني ننجح، باهي؟ مش على خاطر اني نستفيد منهم، خصوصا شنو؟ الفسيولوجي والاناتومي، الفسيولوجي بالذات. باهي؟ الفسيولوجي هذا شنو؟ انا تو مش طبيبه، كل ما نبي نقرا ديزيز او نبي نقرا اي حاجه لازم نرد على شنو؟ على الفسيولوجي. يعني انت لما تقرا حط في بالك شنو؟ ان هذا يعني بيز اساسي، اقرب بفهم بشغف. باهي؟ لان حتلقاه في المستقبل نتاعك. يعني مثلا سنه ثالثه فيها فارما، فيري امبورتنت الفارما، يعني تعطيك فكره عن جمال الديزيز، هاو تو مانج. يعني سنوات مهمه، مش في اغلب الناس تقول مش مشهور شيء يقول فهمت، بالعكس. يعني هذين تقريبا يعني اغلب او يعني الصعوبات اللي تواجهها في المرحله هذه. باقي كلها ان شاء الله تمشي سموث. المرحله الانتقاليه من البيزك للكلينيك، ما هي نصائحك لطالب السنتين الرابعة والخامسة؟ تمام، عندك نفس الفكرة، نحن نتقدم النصيحة. باهي؟ مفروض شنو؟ أي واحد خلاص فات أول ثلاث مراحل السنة الأولى، السنة الأخيرة نصيحة اللي نعطيها أنا إن أول شيء اللي قابلنا الرهبة. نحن مش مستشفى تقعد عندنا رهبة من المستشفى وكي، وللأسف ما حدش يجي يوضح لنا يقول لنا أنتوا شنو الرول بتاعكم في المستشفى. أنا من الناس اللي كان شنو؟ كنت نحسب إن سنة رابعة وخامسة لما نمشي يحطوا لي بي دي ونعالج الناس، ما حدش شرح لي إنك بالعكس الفكرة الأساسية في البيت في الكلينيك إنك شنو؟ تاخذ جود هيستوري، جود إكزامينيشن. اونلي يعني هذا المطلوب منك، البيج مش مطلوب منك، المطلوب منك هاو تو دايجنوز، هذا مش مطلوب منك ابدا، هاو تو مانج، هاو تو انفستيجيت، هذا مش مطلوب منك. يعني الحاجه البسيطه المطلوبه منك انك شنو؟ انتروديوز يور سيلف للبيشنت، هاو تو تيك جود هيستوري، هاو تو دو جود اكزامينيشن فقط. باهي؟ من ضمن الحاجات اللي تواجهنا في رابعه وخامسه شنو؟ مثلا نحن نمشي المستشفى عضو هيئه التدريس مثلا ما يجيش. باهي؟ انا بنقول حاجه، مادام انت خشيت الطب انت تبتيك الدكتور، لازم شنو؟ 90% مجهود شخصي و10% اونلي مجهود الكليه او مجهود الدكتور اللي يعطيك. المجهود الشخصي خصوصا توا شباب، شنو توا؟ في الانترنت مثلا كل شيء واضح. انا مثلا مشيت المستشفى، الدكتور اللي بيعطيني كلينك ما جاش، مش نحبط ونروح ونقعد شنو؟ نحط الغل كله في لا،
شو ندير؟ خلاص كل شيء متاح، فهمت؟ نخش نعرف نفسي للبيشنت، نبدا ناخذ جود هيستوري، ندير جود اكزامينيشن، نروح الحوش نتفرج على مقاطع في اليوتيوب باهي. وكل مره مش ضروري مثلا الهيستوري هذه اللي خذيتها لازم نوريها للدكتور او هيك، بلاكس انت فور يور سيلف يعني تزيد الكونفدنس في نفسك باهي. ان شنو مثلا كل مره تكون احسن مره اللي قبلها، كل مره تاخذ هيستوري تكون كل مره اكزامينيشن يكون قبلها. يعني الفكره اللي بنقولها في رابعه وخامسه هذا بس المطلوب منك. لو انت قريت جود فيسيولوجي بعدين خذيت باثولوجي خلاص شوية حاجات بسيطة وهذا هو بس. يعني الموضوع. دكتورة هدى، ما هي مغامرات سنة الامتياز وكيف تم تحديد الأهداف بعد التخرج؟ سنة الامتياز شو بنقول لكم عليها؟ الامتياز هذه تعتبر سنة رفاهية للطبيب باهي، وحتى هي نفس الفكرة ما جاش حد نصحنا. نحن كنا كبت 5 سنوات أو 6 سنوات دراسة، فجأة قعدنا امتياز اشتغلوا نحن بروحنا كيف نقول لكم يعني ننفصلوا عن القراية باهي. تخش المستشفى ما تعرفش روحك شنو في المستشفى، انت شنو دكتور، انت طالب، ما تفهمش ولا حد يفهمك. فانا تمنيت مثلا ان جاء حد خبط يدي واعطاني نصيحه، لذلك انا تو هذا وقتي اني نعطي نصيحه للطلبه اللي توخشوا امتياز. انا ما نجيش نقول لك لا اقرا واكبت على نفسك واظهر، لا. لكن برضو في حاجات لازم تديرها. اول شيء انت ما تطلعش من مرحله الامتياز الا في حاجات لازم شنو لازم تكون مشتغله باهي. الحاجات هذه مش بالضروره تكون يعني الحاجات هذه مثلا مش سبيسيفيك فور دكتور، يعني يديرها اي شخص او عنصر طبي مساعد في المستشفى. زي شنو مثلا تركب كامله باهي، تدير انتوبيشن، تسحب انفستيجيشن، هاو يعني كيف تركب اي سي جي باهي، كيف تركب كاثيتر. يعني انا ننصح اي طالب انتر الحاجات هذه يتعلم، مش بالضروره يتعلم من الدكتور، يتعلم من اي عنصر طبي في المستشفى. هذه حاجه. ثاني حاجة لازم شنو؟ لازم تستمر. مثلا نحنا درنا كات على الدراسة ورفاهية وعادي، لا أنا ما أقولكش أضغط، لكن أتابع أو واصل مسيرة شنو؟ مسيرة الجود هيستوري وجود إكزامينيشن. طور روحك يعني. طور روحك أو شنو؟ استمر في الليفل اللي أنت فيه، لأن هذا مثلا هو أساس الطب، جود هيستوري وجود إكزامينيشن هذا أساس الأساس الأساس. فهي يعني هذه أنا النصيحة اللي نعطيها شنو؟ نعطيها ضربة الامتياز. ثاني نصيحة نعطيها إنه شنو؟ حاول على قد ما تقدر إنك شنو تحدد هدفك من فترة الامتياز. ليه؟ كيف تحدد هدفك؟ أنا أقول لكم حاجة. معلش هدف اختيار تخصص؟ اختيار تخصص. ليه؟ الفكرة في النقطة هذه شنو؟ مثلا أنا خشيت قسم جامعي، تمام؟ أنا ما عنديش له هم، ليه؟ ما نبيش متخصصة، مش نفوتها ونكنسلها، لا، شو ندير؟ القسم هذا أنا نجي نشوف شنو عندنا عيوبه، باهي شنو عندنا مميزاته. ليش؟ لأن مرات الزمن يفرض عليك التخصص هذا، باهي الزمن يفرض عليك مثلا المستشفى تفرض تخصص هذا، أنت مش متقبلة. ولكن شنو؟ حاول إنك مثلا تعرف كل قسم تخش له تعرف عيوبه ومميزاته، ولو كان عندك تارجت من الأول أنت تخصص هذا حلو بكير. لكن أغلبنا إحنا كأطباء يعني أنا من الناس اللي عشت الفترة هذه ما قدرتش نحدد هدفي شنو، ولكن في نفس الوقت كل قسم نشوف لما طلعت من الامتياز قعدت نبحث هذا عيوبه هذا مميزاته هذا عيوبه هذا مميزاته. يعني أنا ننصحك إن شنو؟ تيجي سنة رفاهية في نفس الوقت ما نديرش كات ونهزل على الطب نهائيا، لا بالعكس نقرا شوية حاجة وحاجتين نحب ديزيز نروح ناخذ شوية مقتطفات عليه. ثاني شيء ننصح انه شنو؟ يعني دائما نشوف شنو الحاجات المميزة القسم هذا شنو عيوبه، هل انا لو تخصصت كي يعني ابسط شيء وشنو والاي بي سي لازم تقضيش. لانك لما تقعد لما تطلع مثلا تدير التاج وانت ما تعرفش تدير الاي بي سي مش عشان حاجة، يكون منظرك مش حلو يعني دكتور ما تعرفش تضرب ابرة، هذه المشكلة حتكتشفها انت تكتشفها في الامتياز. تكتشف انك لك 6 سنين تقرا ما تعرفش تضرب ابره، ما تعرفش تسحب دم، ما تعرف الشيء. فانا ما نبيش نشرح للطب، بالعكس نحن عندنا نولج كويسه، لكن اللي ينقصنا الشيء اسمه